يحجزون فيها أو يزورون فيها الحجر الصحي أو العزل الصحي للحجاج عند عودتهم من المشرق أو من الحج، مخافة أن تكون هناك عدوى وتتفشى. ونلاحظ أن حولية أصيلة أو كرونيكا دي أرسيلة ألحت على مفاهيم من قبيل المفاهيم التي نتداولها اليوم، وكأنها مفاهيم عصرية حديثة مثل الاختلاط والاحتياط والنظافة وتغيير الملابس. تتحدى الزمان حتى نبدأ بالزمان، فإننا نلاحظ أن عدة أوبئة ظهرت في القرن الرابع عشر، ثم عادت الظهور في القرن الخامس عشر بصيغ أخرى بخصوص الوباء. إذا سمعتم به أي بالبلاء بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. جلسات فكرية مع الأستاذ الباحث أحمد صابر، ترقبوها على صفحة الفيسبوك وقناة اليوتيوب الخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، يوم الثلاثاء 19 مايو 2020 على الساعة 10 ليلاً.